إيه بعضهم يأخذها من الانترنت مثلا، بعضهم يأخذها كما ذكرت بالوراثة، الأب الأخ إلى آخره، فتفسد هناك العلاقة في أجمل ليلة يعيشها الزوج. شيخ صالح دعني وياك ننتقل إلى 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 إلى, إلى موضوع جميل في هذا المساء الجميل في جلسة صيف، وحتى يعني نعطي إشعار للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن هذا البرنامج يأتيكم كل أحد وكل عفوا كل اثنين وكل ثلاثاء بعد صلاة المغرب بقيادة الإعلامي وأسد الإعلام المحافظ الأخ الجميل ناصر الغامدي، فنسأل الله جل وعلا له سفرا سعيدا وعودا حميدا، وأنت نلتقي وإياكم إن شاء الله كل جمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا في برنامج بعنوان مجلس الجمعة، فكونوا معنا. شيخ صالح أعود لك، يعني أنت ذكرت أن الاستعداد النفسي يعني مريح للنفس، فكيف يستعد الزوج وكيف تستعد الزوجة لهذه الليلة التي تسمى ليلة العمر؟ نعم، أفضل نقطة هو الاستعداد النفسي لهذه الليلة. نجد الآن أغلب الشباب أو الفتيات كيف يستعد لهذه الليلة؟ الحياء يمنعه يسأل، الحياء يمنع من حوله يتكلمون معه، وإن تكلموا في نظرتهم نظرة قد لا تكون صائبة. فأحيانا يكون هذا يعني الشاب يأخذ هذه المعلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، فلا يكون هناك استعداد إيش نفسي مهيئ لهذه الليلة. يعني مثال ذلك، يأتي بعض الشباب يذكرون له مثلا هذه الليلة يجب أن تكون قوي شديد وتكون شديد ويكون لك عين حمراء ولابد أن تعرف تثبت رجولتك وتثبت قوتك، فيكون هو أصلا يعني يدخل وهو في نوع مشهول. يريد أن يطبق ما سمع، وهذا جزئية من الاستعداد النفسي. أيضا ممكن يقولك والله ممكن يعني الإخفاق أو مثلا عدم القدرة أو مثلا عدم مثلا أن يكون يعني لقاء ناجح مثلا، وتجد فيه خوف ورهبة من هذا اللقاء، فيكون يأتي كأنها حرب، لا يدخل على أنها كأنها ليلة استمتاعية أو كأنها ليلة يعني ينفرد بزوجته ويسعد بها ويبتسم بها. أيضا بالنسبة للمرأة تدخل أيضا بهذا التفكير، انتبهي بالتوصيات طبعا من الأخريات، انتبهي اعرفي شخصيته اقرأي شخصيته انتبهي أن يكون يعني كذا، فهي تدخل بنوع من التحفظ ونوع من أيضا حتى ممكن نقول حاول أنك تفشحين عليه، أنك تركبين عليه، أنك تقودين، بالعبارات اللي نسمعها. فللأسف لا الزوج ولا الزوجة استعدادهم كان استعداد سيء ونظرة سيئة لهذه الليلة، فيدخل الزوج والزوجة بهذا التفكير. أنا أعتقد والله أعلم أنها سوف تكون ليلة يعني ليست ليلة حلوة، ولكن سوف تكون ليلة سوداء. لأنهم يعني دخلوا بنظرة طيب واصطحبوا معهم فكرة سيئة. طيب الناس يا شيخ صالح، بعض الناس وقع في 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 في, في هذا خلينا نسميه شو نسميه مثلا في المشبه، وقع في 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 هذا المأزق مثلا أو في هذا الغار أو في هذا الكهف. الآن الناس تسأل في تويتر وفي الواتساب في السناب، تسأل تقول طيب وش الحلول المقنعة، وش الحلول الإيجابية، والعلم الاجتماع أو علم النفس أو الشرع الحنيف ماذا يقول لنا؟ كيف نقدم لهم يعني كيف هي الشخص الزوج والزوجة ممن يأخذ المعلومات، كيف تكون تلك الليلة؟ أحسن أخذ هذه المعلومات من مصادرها والموثوق فيها. أنا أرى أنا أعطيك الآن مثال. أول شيء يجب أن يكون هناك أولا حضور هذه الدورات، هذا رقم واحد. الدورات رقم واحد. رقم جميل. واحد. جميل. ثاني شيء ابحث يا أخي عن سجل وتكتب الآن. ما في مشكلة. الدورات. ثاني شيء اتصل بمكاتب الاستشارات المنتشرة في المملكة. يعني جميل. لا نريد أن نسميها لكنها ولا نسوي لها دعاية، وتستحق من الدعاية لكن على مستوى المملكة. في كل حي. في الرياض، في الجدة، في مكة، في الأحساء. يا سلام. هناك من وزارة شؤون العمل الآن وشؤون الاجتماعية الآن وسابقا أصبحت الآن يعني ما شاء الله في كل حي مراكز استشارة. ارفع السماعة واسأل. أرقام مجانية. ما يكلفك شيء. يا سلام. هذا رقم. ثالث شيء ممكن الاتصال على من تثق به من المستشارين المعروفين أصحاب الخبرة والسؤال لهم. يا سلام. جميل. إذا كانت المرأة تستحي فهناك أيضا نساء متخصصات في هذا المجال تتصل بهم. فتح الله. لأن هذه أحيانا المعلومات البنت تستحي، الابن يستحي أن يأخذها مباشرة من أهله، أو زي ما تفضلت ستكون هناك تجربة سابقة فأحكي يقول والله الزواج هم، الزواج متعب، كانت أخس ليلة مرت بي، أسوأ ليلة مرت بي، فتنطبع في ذهني وفي ذهن كل واحد هذا الأمر فيصطحبها معه إلى ليلة عمره، وهذا من الخطأ. إذن نعيد هذه الأشياء، 13 دورات تدريبية. وأنا أرى
أنها من أعظم وأنجح، لأنها تبدأ من الأول إلى النهاية بخمسة محاور مهمة جدا، جانب الشرعي والجانب الاقتصادي والجانب النفسي والاجتماعي والطبي. يا سلام، كل هذه يدرسها أو يتعلمها في خلال 3 أيام، بل إن البعض يرى أنها ليست كافية 3 أيام، وأنا أنصح بها. هذا رقم واحد. ثانيا اتصال على مكاتب الاستشارات الأسرية. ثالثا اتصال بأصحاب الخبرة والمستشارين والمدربين في هذا المجال حتى يستفيدوا بإذن الله. ممكن نضيف شيء معين؟ تفضل. قرب الأب والأم من الزوج أو الزوجة. اليوم يا شيخ صالح أصبح الآباء كلهم مثقفون، وأصبح كذلك الأمهات مثقفات، ما شاء الله. فنحن ننادي الآن من هذا البرنامج مجلس الصيف ومن هذه القناة المباركة، ننادي الآباء يعني كنا على يعني على 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 مقربة من 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 الفتاة التي يعني زواجها بعد أيام أو بعد أشهر، كذلك من الشاب اللي زواجه بعد أيام وبعد أشهر، يعطونه بعض الأشياء بعض الأساليب. يمكن الشاب يستحي يكلم مدرب ولا مستشار أو صحيح. يذهب. ليش الأب شيخ صالح يعني ما يعطى الآن من خلال هالبرنامج ومن خلال استضافتكم الآن يعني بعض الأمور، كيف إنه يعني طرق النصيحة اللي يسميها ألا مباشرة؟ هل ممكن هذا شيء يساعدنا فيه؟ بالعكس، أنا أعتقد أصلا من نجاح ليلة العمر التهيئة من الوالدين. جميل، كيف هي الوالدين؟ يعني أنت الآن ليس فقط أنك تهيئة والدين جزاكم الله خير وأنتم تاج على رؤوسنا، الأب والأم ما قصرتوا من المبالغ، من الشراء، من التهيئة، من البيت، من السكن، كل هذه أسأل الله أن تكون في ميزان حسنات كل أب وأم. لكن الأهم من ذلك هي إعطاء النصائح الإيجابية من الأب من الأم. جميل. مثل يعني مثل ماذا؟ الاحترام، التقدير لهذه الزوجة، اعتبرها مثل أختك، كيف تتعامل معها، الاحتواء، الصبر عليها، الصبر على أذاها، وضعها في عينيك، اعتبرها بنتي، اعتبرها مثلا اعتبرها في مقام أمك، اعتبرها في مقام أختك. كل هذه النصائح ولو كانت يعني سهلة جدا في نظرنا، ولكنها والله ستجد واقع ملموس لدى كثير من الشباب. أيضا من التوجيهات، يعني ممكن أنا أوجه أن هذه جوهرة يجب أن يعتني فيها الابن. أيضا الأم تقول للبنت ترى هذا الرجل اعتبريه هو سترك في الدنيا وفي الآخرة، حياتك مع هذا الزوج، احتوي هذا الزوج، اجعليه هو جنتك ونارك. نعم، من هذه الأشياء. لكن أتمنى يعني هذه نصائح نسميها وجبات سريعة خفيفة. يا سلام. لكن من دور الأم والأب والأب والأم في هذه النقطة، أنا أتمنى أن تجعل الابن أو يجعل والد الابن والفتاة أن يلتحقوا بدورات تدريبية. ما المانع؟ وأنا أذكر امرأة حجزت من الرياض إلى منطقة الشرقية مع بنتها لتحضر دورة. يا سلام. تقول أنا أبغاها تستفيد. والله الأم هذه دكتور حقيقة نقف لها وقفة إجلال حقيقة. الله يعني. يعني بعض الأمهات وبعض الآباء يعني مسخر كل ما في يعني حياته من أجل إسعاد أبنائه. ترى بعض الآباء، أنت أبي شيخ وأنا أب، يهمنا سعادة أبنائنا يا أخي، يهمنا والله سعادة الأبناء بالدرجة الأولى. يعني ما أعتقد أنا فيك أن كل أم ولا كل أب إنه ما زوج وما خسر ويتمنى أن يحصل هناك فرقة، هناك طلاق، هناك مشاكل أي فيروسات زوجية. دعني شيخ صالح نتكلم وإياك كذلك عن عامل جميل، القيد الأعمى، وهذا محور في الحلقة، هو محور أساسي، لكن نقف وإياك عند فاصل مع وقف الحياة ونعود. كونوا معنا بعد هذا الفاصل مع وقف الحياة. أهلا وسهلا بالجميع، كنا في هذا الفاصل الشيق والجميل وحياكم الله مع جلسة صيف، وضيفنا في هذا المساء الجميل صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فهد صالح بن حسن العموش، المستشار الأسري والمدرب المعتمد والخبير في الحياة الزوجية السعيدة. أهلا وسهلا بكم. حقيقة امتلى الواتساب والسناب كذلك من الأسئلة التي سوف إن شاء الله تعالى نجعلها في هالمساء الجميل للرد عليها. شيخ صالح، توقفنا قبل الفاصل الجميل عند محور أساسي وهو القيد الأعمى. يا ترى ما هو القيد الأعمى؟ حقيقة هذا من الأشياء التي يقع فيها كثير من الأزواج اليوم، وهو
إن شئت بتعبير آخر هو التقليد الأعمى. يا سلام. وأغلب الآن كل فتاة الآن للأسف يعني، ومن المشاكل اللي تمر علينا لا من الشباب ولا من خاصة المقبل على الزواج، هو التقليد الأعمى والقيد الأعمى على العينين. يعني بعض الناس مثلا بعض الأزواج يضع على يعني قيد على عينيه فيوجه يمين يمين يسار يسار، جيب كذا نحتاج كذا، فهو لا يملك إلا أن يقول إن شاء الله ابشروا، خوفا من أي شيء من زعل الأهل. أيضا من الفتاة من الأهل الزوجة طبعا أهل الزوجة. أيضا عندنا الفتاة تجدها الحين مثلا يعني في بعض المواقف مثلا تجدها تقلد فلانة وضعت أنا أضع، وبعضهم الآن بعض الأسر يتنافسون بين الوعد في زواج فلانة، الوعد في زواج فلانة يضعون مثلا مبالغ هنا أفضل. لذلك الآن أصبح زواجنا اليوم هو حقيقة التقليد الأعمى، فلان يقلد فلان، فلانة تقلد فلانة، فاتورة من يدفعها ما يهم، كم قيمة الفاتورة لا يهم، المهم أن نضع ما يضع فلان. لذلك تجد الآن أغلب الزواجات وأغلب ليلة العمر هنا هو عبارة عن تقليد. تجد المهر 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 على حسب كل أسرة. لكن لما تجد هذه الليلة، وأنا أوجه من خلال هذه القناة المباركة وأتمنى أن يصل الكل، كم تتوقع تكلفة ليلة العمر في كل زواج؟ أبسط زواج كم تتوقع يا شيخ عبيد؟ أنا أتوقع 50,000. 50,000 والله لو كان معك ورقة ومع الأخوة المشاهدين احسبوا كم تكلفة زواج أي زواج، حتى في الاستراحة البسيطة اللي يعتقد الناس أن تكلفتها سهلة. أغلى من المهر، أبعد من المهر وستجد. أقول أغلى من المهر. أغلى من المهر. وأغلى من الشقة. نعم. وأغلى من السيارة. ليلة وأيام. ليلة واحدة. وين راحت؟ وهي أربع خمس ساعات. وين راحت؟ تلفيات. أيوة. ديكور. لذلك أحيانا أنا أتمنى يعني أتمنى المرأة العاقلة والرجل العاقل منها يعني كفانا يعني كفى تقليد. كفى تقليد. أنا أقول إن المبلغ هذا أنت بحاجة له وهي بحاجة له. لا خذ بزيدك من الشعر بيت. واحد من الأزواج في أحد الدورات يقول أهلي لما راحوا الزواج آل فلان وآل فلان آل فلان يأخذوا محمرة قلم وتعجيب يسجلون معلومات، يعني قال لا ويشوفون وش اللي ما سووا الناس علشان يسوونه في زواجي. هذا اللي أنا نسميه التقليد. شوف تخيل يقول اللي ما سووا آل فلان زين رايح يسوونه أهلي في زواجي، فالنتيجة يقول 7 أشهر فقط مع زوجتي وباءت الحياة بالفشل. هذا نقول 7 أشهر فيها بركة يعني، ها، لكن بعضهم أحيانا من نفس الليلة ثاني ليلة. أيها الأخوة والأخوات والله لا نريد يعني أن نبين، لكن هذا منهج إلهي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دعونا بالوسط يعني الآن الحمد لله بما أن نذكر هذه، لكن فيه الآن ليالي عمر جميلة يجب أن نذكرها حتى لا يقول يعتقد يعني الآن الحمد لله ممكن زواج مبسط في مجلس أهل الزوجة، يحضر الزوج معها كذا من عائلته 10-15 شخص 20 شخص، يأخذ زوجته المبلغ هذا الآن الذي أنفق لا يتعدى 5,000 إلى 6,000 ريال، والمبلغ الذي وفره هو ممكن يستفيد منه، إما يشتري أرض، إما يشتري بيت، إما يستمتع به في حياته، إما يسدد ديونه. لكن أغلبنا اليوم للأسف أصبح التقليد الأعمى يقلد أي شيء من أول إلى آخر. وتجد الآن وجود الآن وسائل الاتصال الاجتماعي، الآن تجد المرأة التي لديها زواج بعد شهر أو بعد شهرين أو البيت اللي بعد أو الأسرة تجدهم يأتون إلى القاعات يصورون ماذا وش الكوش الفلانية وش الأكلة الفلانية وش الوجبة الفلانية وش قدموا فلان. وفي النهاية أعزكم الله وأنا وأنت رأيت أكواما من الأطعمة وأكواما من الحلال يا أيها الإخوة ترمى في الزبائل. ولذلك نقول لماذا لا ينجح الزواج؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبركهن إيش زواجا أيسرهن مؤونة. الله أكبر. مؤونة لا في المهر لا في ليلة العمر. نبي ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان أكله في ليلة زواجه من صفية الحيس اللي هو عبارة الشعثة التمر والأقط والسمن، ومع ذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللب وترك إيش
قشور. أنا أوجه بلا شك أن أغلبنا الآن يستمتع ويريد أن تكون ليلة جميلة، لكن ليست ليلة جميلة بالإنفاق، ليست جميلة بالإسراف، ليست ليلة جميلة أن كل إنسان ينفق، لا، ليلة جميلة أن ننفق ونصرف من جميل. المشاعر الحب والاحترام. طيب الضابط والتقدير، الضابط الاجتماعي يا دكتور الآن، يعني فعلا بعض الناس يقول يا أخي هذه ليلة العمر، يعني لازم نفرح، يعني